استنى بس انطونا موعد على الاستلام يعني. وكل الورقه وصل بها. وصل نعم. زين حجي راح تشارك ان شاء الله بالانتخابات؟ والله ان شاء الله لازم واحد نشارك يعني، بس نشارك لازم نختار اللي اوجه وافضل اللي يخدم هذا البلد. واللي لازم نعرفهم منين ما منين الاوليات ماله يكون جيده جدا. هاي الوجوه القديمه اللي موجوده على الساحه حاليا تنتخبها؟ لا والله ما انتخبها، هي ما خدمت البلد. احنا اذا ما يجينا واحد يخدم البلد ما يفيدنا. هو ما يخدمني بس، يخدم عموم المحافظه. ما راح ننتخب ان شاء الله ناس صالحين ومعروفين، ولازم يصير تغيير. اذا ما يصير تغيير نبقى بهاي الوضعيه ما ممكن. يعني ليش ما يشاركون؟ لازم يشاركون. يعني الى متى ما نشارك؟ بالعكس نشارك، بس كون ننتخب العالم اللي تقوم بحال هذا اهل الموصل هاي، خصوصا الجهه من الايمن. يعني الوجوه القديمه تنتخبها؟ لا والله حرام واحد ينتخب الوجوه القديمه طبعا. تطلع لنا وجوه جديده بس نشوف الخير عليها. وهذا اللي ينطي كارت ابو العشره يبلط له نص شارع، شو رايك بهذا؟ بس يبينون هم هسه كلهم راح يبينون هسه. هسه كلها راح تجي ما بس كرت ابو العشره. راح يصير اشقد تقرب الانتخابات اشقد الاسعار راح تزيد. راجعت المدرسه حتى تبدل البطاقه الانتخابيه مال؟ احنا راجعنا وكملنا شغلنا كله توسعته. يعني ما ظل كل شيء عندنا، بس وقت الانتخاب ننتخب ان شاء الله ونكمل كل شيء. ما ظل تشارك في الانتخاب ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، الله يجعله سنه خير ان شاء الله على الكل. الله يجعله سنه خير. الوجوه القديمه اللي وهسه بدات تظهر همين تسوي لك شارع، يسوي لك مدري فد بنايه صغيره، يشتري الناس بالكارتات مع الموبايل، هاي تنتخبها؟ لا ماكو هيك شيء، هذا تصير مصلحه شخصيه ما تصير مصلحه عامه. هذا ما يخدم نفسه فقط، ما يخدم الكل. اللي عنده بصراحه يعني احنا ما نقدر نقول فلان وفلان وجماعات، يعني صايره كلها بالواسطات يعني بصراحه يعني، فهذا عيب. يعني اللي عنده واسطه يسوي له كل شيء، واللي ما عنده واسطه ما يقدر يسوي كل شيء. يعني مثل ما كل مذموم، خلينا نقول اكو كثير ناس يعني مأذايه يعني وما معوضه، نهائي ما معوضه. اكو ناس يعني بعد ما جاي التعويض مستلمين التعويض، شلون ما حد يعرف. يعني عنده نفوذ، خلينا نقول عنده نفوذ قويه يستلم كل شيء. انت راح تشارك بالانتخابات ان شاء الله؟ طبعا اشارك، كل العالم كله شارك مثل كل سنه ان شاء الله. ليش شارك بالانتخابات حتى تغير؟ والله طبعا كل العالم تريد التغيير، لان ما مستفادين هاي كم سنه، ما حد استفاد من الوضع وماكو شيء زين. الوجوه القديمه اللي موجوده حاليا تنتخبها؟ لا طبعا نريد التغيير، احنا ما سووا شيء، هم ما سووا شيء. الوجوه القديمه ما سوونا كل شيء، لا بالسنه اللي راحت ولا اللي قبلها. العالم تدور تغيير، بلكي يجي الاحسن ان شاء الله، بلكي الاحسن، بلكي الافضل، على الاقل العالم شويه ترتاح، اجر نفسها شويه، العالم تعبت حيل تعبت والله.